عملة الدوجي كوين الحقيقة ان هي عملة يعني يعني فيها تذبذب جامد جدا، لان سعرها كان قليل، بعد كده سعرها ارتفع، بعد كده انخفض، بعدها بعد كده بدأ يرتفع تاني. يعني جميع العملة ده من خلال العنوان، من خلال الموقع اللي قدامنا ده يا شباب، موقع مون دوجي كوين. طيب احنا هنسجل في الموقع ازاي؟ هندخل دلوقتي كده هنحط عنوان محفظة الدوجي كوين بتاعتنا اللي احنا عملناها على كوين بيمنت اهو اهو، وندخل نعمل ساين ان. هنلاقي نفسنا بعد كده بنحل الكباتشا، وبعدين نعمل سوبميت، ندخل جوه الاكونت بتاعنا على طول اهو يا شباب، زي ما احنا شايفين كده ده الاكونت بتاعنا. لسه طبعا انا بقالي يومين مسجل فقط، قدرت اجمع 27 دوجي كوين في خلال يومين بدون اي ريفرال او اي حاجه. ده اول شرح للفيديو، تمام يا شباب. طيب نقدر ان احنا نكسب ازاي؟ بنروح هنا كلنا طبعا، ده الدوجي كوين اهو، عداد الدوجي كوين شغال، ده 27 دوجي كوين، 27 دوجي كوين، ولا ساتوشي ولا لاتوشي، ده 27 دوجي كوين. يعني لو حصل ان سعر العمله دي مثلا خلال شهر من دلوقتي ارتفع ل 1 دولار مثلا، هيبقى انا معايا 27 دولار، تمام. هندخل نعمل ايه؟ هنعمل كليم زي ما احنا شفنا قبل كده في موقع مون بيتكوين. هنعمل كليم، نحل الكباتشه، ونعمل سبميت. هنلاقي ان الرصيد اللي كان موجود هنا ال 27 سنت ديجو كوين وصلوا اتضافوا للحساب بتاعي هنا. طيب طريقه السحب من الموقع، طريقه السحب من الموقع نفس طريقه السحب بتاعت موقع لايت مون لايت بالظبط يا شباب. السحب بيبقى اسبوعي، السحب اوتوماتيك، يعني السحب الموقع بيبعته لك اوتوماتيك اسبوعي، بشرط ان انت تكمل هنا 100 ديجو كوين. لو ما كملتش يبقى هتاخد الاسبوع اللي بعده برضه، بشرط لو انت كملت 100 ديجو كوين. طيب يا شباب، طيب ايه كمان ممكن نقدر نكسب منه؟ ان احنا بنعمل ريفير، ريفير يعني بندعو الناس ان هي تسجل عن طريقنا، بناخد رابط الريفرال بتاعنا ده نعمل له كوبي، وبنبتدي ننشره في الجروبات الخاصه بالربح من على الانترنت في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وجروبات اللي موجوده عليه. لو سجل حد عن طريقي بكسب 25% من الكليم بتاعه، يعني لو هو عمل كليم لواحد دوجي كوين انا هاخد 25 سنت دوجي كوين بونص من خلاله. تمام يا شباب، كده الموقع سهل جدا، احنا خلصنا طريقه شرحه. رابط التسجيل في الموقع هتلاقوه موجود اسفل الفيديو ان شاء الله. ولازم كمان قبل ما نقفل نقول على حاجه صغيره، ان انت ممكن هنا بتسيب هنا في اليرت او هو منبه، لو عملت علامه صح عليه كده بينبهك لكل، لو سبت، لو انت سايب الكمبيوتر بتاعك مفتوح او اللاب بتاعك مفتوح كل بعد ما الخمس دقائق، انت بتدخل كل خمس دقائق، ممكن تدخل كل خمس دقائق تجمع، بتسيب الاليرت علامه الصح دي بينبهك، بيدي لك زي جرس كده كل خمس دقائق اول ما هم يخلصوا، اول ما خمس دقائق يخلصوا ان انت ممكن تدخل تعمل كليم. كده يا شباب احنا خلصنا شرح الموقع، رابط التسجيل موجود اسفل الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.